مختلطين بالشتا، بالعكس حنا كنا كنتعرضوا للتحرش ملي كنا برا، اما هنا الحمد لله بالقوانين ديالنا بكل شيء ديالنا وعاد بدينا وعجبنا الحال الحمد لله، اللهم لك الحمد. كنتمناهم الله ان شاء الله يعني باقى مسيره القدام ديالنا وحنا باقيين صغارين بالقوانين ديالنا بالضمان الاجتماعي ديالنا بكل شيء ديالنا اللي مزيان، والحمد لله السيد كيبان ما نقدمش عليك انا ارتحت شخصيا هنايا وجميع البنات كاملين يعني 100 وحده اللي هزا من الانعاش نقده، انا شخصيا النهار الاول اللي دخلت الانعاش بكيت بالدموع، شحال من واحد كان كيهني كنت تعرضت لاهانه تعرضت للتحرش شحال من مره، لدرجه الراجل ديالي كان غيجلسني من الخدمه وكنت مضروره. الحمد لله هو عزلنا وعرف شني عزل الشباب اللي هو يعني يقدر يتعرض بزاف الحاجات في الزنقه، هو نقدنا الله يجازيه بخير والله يطول لي في عمره. صحيتي البارح قلت له انا عجبتني الخدمه وعندي اوديوس كيدلوا على هذا الشيء، عندي في التليفون سردتهم للنساء قلت لهم انا عجبتني الخدمه وخدمه كتشرف. الحمد لله انا عجبني الحال. كنشكر الطاقم ديالكم وكنشكر السي سعيد الله يخليه لينا وكنشكر سيدنا الله يحفظه وينجيه ويطول له في عمره. هذا السيد هذا مخدمنا والله يخليه لينا، وقف معنا راجل نهار اللي شدت الديوانه وجات كورونا وبقينا واحلين بقينا واقفين، ومن نهار اللي جا هاد السيد حلنا هاد الشركه حنا خدامين محترمين فيها، وهذا الشيء اللي كيقولوا غير كذوب، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، واللي كيقول شي حاجه الله ياخذ فيها فيه الحق، وراه دابا كيديروا هاد الشيء غير باش يشدوا لنا هاد الشركه ويجلسونا، هاد الشيء اللي كاين. فيسبوك ما كاين منها حتى شي حاجه، دابا ما غيطيحوش يا رب العمل ديالنا، غيطيحونا حتى حنايا اللي حنا تبارك الله كسيخو كامله معاه حشومه عليهم. هاد الاستيكان كيديروا على العميلات وعلى هادشي والله تعيب عليهم، يعني راه 700 مره الا كرشونا فين غنمشي؟ واش ناكلوا بعضياتنا؟ هاد السيد مخدمنا معاملنا مزيان، هادشي ديال التحرش راه ما كاينش مره، وحشومه عليهم يطيحوا القيمه ديالنا، حنا بولادنا حنا عندنا الحفايض باش يصل لهاد الدرجه هادي، والله تعيب وعار عليهم. يعني الباترون ديالنا صراحه الله ما غنلقاوش بحاله، كيتعامل معنا بحال اخونا ماشي شي واحد براني علينا، في الاحترام ما كاين حتى حاجه من هادشي كامل، يعني والو يعني الا درشونا فين غنمشيو؟ الناس كبارين زعما وفي مستوى دين راسهم في الفيسبوك، لا لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي راه مخشوتي، هاد الفيسبوك كتجيك شي عيال صغار، هاد الضجه كامله يديروها العيال صغار كتجي معاهم، حق ناس كبارين راه غيشتو اسره، راه حشومه عليهم، راه هادشي ما كاين منه والو. راه الباترون ما داير كثر من جد ديالو معاملنا هزنا ما مخلي ما داير معانا، هادشي اللي كيقولوا عليه ما كاين منه والو، يعني حرام عليهم، إلا مشاو ترجونا راه غنلقاو في الزنقة، ما غنلقاو ما ناكلو، عيب عليهم وحشومة عليهم، راه ما خصهمش يهضروا بهاد الهضرة هادي، راه ما كاين هادشي منه والو. اللي كاين إلا مشى صافي، يعني غنبقى نسعاو، غنبقى السرقة، غنبقى خطفني خطفك، راه ما كاينش هادشي، حشومة عليهم، والله حتى حشومة، ما كاين هادشي منه والو. يبغيو يطيحوا الصومعة ديالو. انسان دخل فوق راسو كيحترم العامله ديالو كيعتبروا بحال الاخوات ديالو، ما شفنا منه الا الحاجه الطيبه، وانتم جيتوا هانتوما شفتوا العاملات هنا كيفاش عاملين عليه، عاملين عليه واحد ما نقدرش نوصف لك، حنا ملي سمعنا هاد الاخبار اللي طلعنا في الدار ديالنا باش الانسان يمسك في الشرف ديالك، هذا شيء لا يعقل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هاد السيد راه مخدم 725 عامله، يعني هاد اسر لكل وحدة عندها أربعة الأولاد ثلاثة الأولاد اثنان، يعني هاد الناس من غير يسدوا له هاد المعمل فين غتمشي؟ هاد الناس فين غتمشي؟ كتمشي تاكل الحجار. هاد السيد راه هو حنا عايشين معاه، هو عايش معانا، هاد السيد ما كيكبر فينا حتى حاجة، اللي كنطلبوا منه يبعدوا منه الاتساع. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.